المؤجلات وحوالين الأهلي والإسماعيلي، ولا زالت فكرة لجنة المسابقات وجدول المؤجلات ومواعيد المؤجلات والأهلي ليه ما بيلعبش مع الإسماعيلي هنا وبيلعب هناك، كلام كتير شاغل بال خالد الغندور وكثير من الإعلاميين. رد عليه الحاج عامر حسين في قناة صدى البلد، نسمعه. ماذا لو يعني الأهلي والإسماعيلي وقعا في مجموعة واحدة يوم الجمعة اللي جاية في دوري الأبطال، التعامل هيكون إزاي من جانب لجنة المسابقات أو من جانب الاتحاد المصري في ملعب مباراة الذهاب ومباراة الإياب؟ يعني ممكن نبدأ بالسؤال بتاع كابتن خالد امبارح في نفس الموضوع. ما هو كان ده. طيب. ولا عايز سؤال تاني من هو سأل عدة أسئلة. الموضوع مختلف. كابتن خالد كان قال على الأهلي والإسماعيلي. أيوة تمام، طب نبدأ بالسؤال ده. طيب ليه الأهلي والإسماعيلي بيلعبوا في الدوري؟ هعيد السؤال عشان لو الناس ما سمعتوش. ليه الأهلي والإسماعيلي بيلعبوا ماتش الأهلي في القاهرة زي ما حصل الدور الأول، والأهلي والإسماعيلي ماتش الدور الثاني ما بيتلعبش في الإسماعيلية؟ هو مين قال إن ماتش الدور الثاني مش هيتلعب في الإسماعيلية؟ يعني أصلا الكلام ده طلع إزاي؟ لأنه بسبب وقائع سابقة. هل الجدول طلع إن في الأهلي والإسماعيلي الدور الثاني في برج العرب ولا في اسكندرية؟ إحنا كان الموسم اللي فات بعد 2011 تمام كان الامن بيقول ان المباراتين الاهلي ما يروحش الاسماعيليه، ورغم ان الموضوع دوت المشكله مش في القاهره، ده الاسماعيلي بيروح القاهره، فالمشكله ان الاهلي يروح الاسماعيلي. لما تيجي تطبق اللائحه حرفيا، تمام، تقول ان النادي مسؤول على ان هو يجيب موافقه صاحب الملعب، هو ده مش ملعبه، وموافقه الامن. لو ما قدرش يجيب يبقى بيجيب ملعب بديل. تمام. لو ما جابش ملعب بديل يبقى لجنه المسابقات هي اللي بتحدد الملعب البديل. تمام. فبالتالي يبقى المشكله مش موجوده عند الاهلي، لان ملعب الاهلي في القاهره ما كانش فيه مشكله من ناحيه الامن. الاسماعيلي بيروح القاهره عادي ما فيش اي مشكله فيه. ايوه. وبالتالي احنا من مبدا بنحاول ان احنا يبقى فيه تكافؤ فرص. كنا بنلعب المباراتين في استاد الجيش ببرج العرب. تمام. الموسم دوت اللي هو ثروت قال لي احنا ممكن الموسم دوت نبدا بقى واحده واحده كده نرجع تاني النادي الاهلي في يلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه. تمام. ونبدا من غير جمهور، يعني نلعب من غير جمهور. تمام. خلاص يبقى المباراتين بدون جمهور. يبقى حطينا الاهلي في القاهره عشان كان اول مباراه في الدوري، وده حصل وتم بشكل طبيعي في القاهره. والدور الثاني هحط برضو الجدول على ان الاسماعيلي والاهلي في الاسماعيليه، على ان يحصل الاسماعيلي على موافقه الامن على استضافه الاهلي. احنا المفروض اللي هو ثروت قال لي من قبل ملعب الاهلي في القاهره على ان الاهلي هيلعب في الاسماعيليه. تمام. تمام، دي اجابه زي ما الزمالك يلعب في الاسماعيليه الاهلي هيلعب في الاسماعيليه. تمام. رغم ان الكلام موضوعي ورد طبقا للائحه، لكن برضه مش هيعجب. هيظل في اصرار. اشمعنى؟ يا سيدي، يعني اذا كان الفكره انك تولع بين الاهلي والاسماعيلي وتبين ان في تميز وتشعر الناس باستمرار ان هم لا يتعرضوا الى او لا يتعاملوا بعداله، فانت ناجح في هذا. مش عايز مناقشه، لكن اذا كنت انت متصور ان هو ده الاعلام وان هو ده القياده وان هو دي السلوك الرياضي، لا، انت فاشل جدا في هذا. والغريب جدا انه الناس لو اجتهدت شويه وشافت الارقام وشافت الحقائق هتستريح، وربما تنقل للناس الحقيقه بشكل موضوعي وامين شويه. لانه لما الاقي اليوم السابع ينشر تقرير على الفتره اللي فاتت عدد المباريات اللي اقيمت خلال هذه المرحله، المفترض ان الارقام لا تكذب. ما ينفعش حد يطلع تاني يجتهد حتى في اي تفسير، لانه في اليوم السابع في مفارقة غريبة، ورغم ما يتردد عن وجود مجاملات من اتحاد الكرة للنادي الأهلي، شوفوا الكلام، وتأجيل عدد كبير من مباريات هذا الموسم، إلا أن لغة الأرقام وهي لا تكذب تثبت عكس ذلك أو تثبت عكس ذلك. فالأهلي لعب 27 مباراة منذ بداية الموسم الكروي حتى الآن، أي في 110 أيام، يعني 110 أيام لغاية دلوقتي الأهلي لعب فيهم 27 مباراة. ده اللي بيتجامل من اتحاد الكرة، واللي اتحاد الكره وعامل حسين مظبطين الاهلي قوي. في 110 يوم الاهلي لعب 27 مباراه. طيب نادي الزمالك المنافس المباشر في هذه الفتره حسب اليوم السابع لعب كم مباراه؟ 23 مباراه.
العب 27 مباراه في 110 يوم وانت تلعب 23 مباراه في نفس المده الزمنيه، وتقول انتم مريحين الاهلي، وتقول لي اللجنه مريحه الاهلي ومظبطه الاهلي؟ هو في ارقام تاني غير كده؟ طيب مباريات الاهلي 27 كانت بواقع 14 مباراه خارج مصر و13 مباراه في مصر سواء في الدوري او افريقيا. الاهلي سافر بره مصر لهذه المهام 7 مرات، ما يعني ان الاهلي لعب مباراه كل 3 ايام تقريبا. في المقابل الزمالك لعب في ال 23 مباراه في نفس الفتره 6 مباريات خارجيه و17 مباراه داخل مصر. الاهلي سافر 7 سفريات، الزمالك سافر 3 مرات فقط. للاهلي 3 مؤجلات زياده عن الزمالك، هو ده الفرق الوحيد. ولسه الاتحاد بيجامل الاهلي. ده ما هو انا قلت لك، هي المساله مش مساله الحقيقه فين. المساله انك تلح على ان في ظلم باستمرار. بس ينال الاسماعيلي، ينال الزمالك، ينال، وان في تمييز بينال الاهلي. مع ان الذي يسحق في الدوري المصري في المسابقات الكرويه هو النادي الاهلي. هو صحيح. اللي بيلعب وبيتعور، وهو اللي بيشيل في المنتخب، وهو اللي بيشيل في المنتخب الاولمبي، وهو اللي اكبر نسبه اصابات عشان كده، وهو اللي بيعاني من الارهاق من خلال السفر، وهو اللي بيلعب على ملاعب متعدده كل يوم والتاني في ملعب، هو الاهلي. وحتى لما الاهلي يحصل تعثر في النتائج لضغط هذه المباريات بهذا الشكل وتوالي الإصابات، ما يلاقيش سبب فني وما يلاقيش حد يقدم سبب فني للي حصل، لا اتهامات وإثارة للخلافات. الكابتن شطة نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي له رأي في قناة أون سبورت عن تفسيره لما مر به النادي الأهلي من كبوة. النادي الاهلي دلوقتي بيمر بمشكله كبيره، اللعيبه مستواه مش ثابت، يعني حسام عاشور مره يتعور وما يكملش، احمد فتحي يصيب، مش عارف معلول وهكذا، عندنا مشاكل، سعد سمير برضه عنده مشاكل في الحقيقه في المكان ده، المركز ده في مشاكل موجوده. النادي الاهلي حتى المجموعه اللي انا قلت فيها دي يجي 12 13 لعيب هدافين دوري، ما فيش ولا واحد من الاهلي، تخيل يعني. حتى وليد ازارو الهداف زي كامران محسن، ما فيش هداف في النادي الاهلي مجموعه في المجموعه دي. فانا بقول انه النادي الاهلي دلوقتي الكبوة يعني حقيقة يعني شملت الجميع، فبالتالي أتمنى إنه الموضوع ده يحسم، لأنه مهما تجيب لعيبة دلوقتي وتحطهم من الدوري المحلي، إذا كنت هتجيب مجموعة دول أو 4 5 لعيبة قدام محمود، محمد محمود ومحمود مرعي وجيرالدو، ده أنت محتاج للعيبة برضو يقفوا مع اللعيبة الموجودة دي، مش واحد هتلعب بالثلاثة أربعة دول بس، أنت عايز اللعيبة دي نفسها اللي موجودة إنها توقف على رجلها مرة أخرى، عايزة تلعب ماتشات كتير. وانا قلت قبل كده السبب الرئيسي انه اللعيبه اللي هي موجوده حاليا دي مستوى يعني مش بالقدر الكافي. ليه؟ لما حصل الاصابات اللي موجوده دي، اللعيبه دي لما جت ما لعبتش في الدوري كتير، لعبت 4 ماتشات بس في الدوري او 3، كانت بطولات افريقيه وتأجيل ماتشات وكده، فبالتالي دلوقتي اول ما لعبوا 4 5 ماتشات في لعيبه بتزيد، يعني في لعيبه بتزيد، عندك دلوقتي هشام محمد بيزيد، وعندك دلوقتي ايمن اشرف بيزيد، وعندك ناصر ماهر بيزيد، كل دول بيزيدوا مع الوقت. فبالتالي انا بقول اللعيبه دي لو كانت خدت ماتشات كتير وما كانتش في تاجيلات كان ممكن مستواهم يبقى افضل من مكان، ولكن الايام جايه ان شاء الله واللعيبه دي ان شاء الله مستواها هيرتفع، والنادي الاهلي ان شاء الله هينافس على الدوري. انا بقولها لك اهو من هذا المكان، النادي الاهلي هينافس على الدوري. شطة لمس كل المشاكل، وبرضه ما هي اصلها المتابع بانصاف عارف ان الاهلي هو المضغوط، عارف ان الاهلي هو المرهق، عارف ان الاهلي هو الذي يعاني من الاصابات. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت يا استاذ ابراهيم، اللي بيصاب يقعد مثلا 15 يوم بيفوت 4 ماتشات. يعني مش والباقي يصاب لانه الضغط بيجي لا يعني كالية. اقصد اقول ان حتى ما فيش المده البينيه اللي تسمح ان تاثير الاصابه يبقى خفيف، لا ده بيبقى تاثير تحد من الخسائر، لما تحد الاصابه بتبقى خساره ماتشات كتيره جدا، بيبقى اهم يعني بتبقى ضاع منك مرحله مؤثره جدا يعني على النادي الاهلي. لكن يعني اشمعنى الاهلي هي اللي بان اللي وبرضه دي مقصود بيها حاجات تانية، هم عارفين الحقيقه فين
لكن المقصود بيها اهو افضل اتكلم واتكلم واتكلم نادي الدوله في التحكيم مش معنى الاهلي ها يمكن حد يصدقك او اجيال تيجي او اجيال ما شافتش تصدقك وانت عليك انك تتعقب هذا الكلام وتمشي وراه ما حصلش ما حصلش ما حصلش بالعكس ده انت زي النهارده اللي يجي يقول لك عبد البقال علق اللعيب ويقول صور اللعيبه صور اللعيبه على الباب لمده سنه وهو اللي عمل كده في المجله يعني طيب حتى ما تسكتش خلاص انتوا اتكلموا احنا هنرد خلاص هنعمل ايه اشمعنى الاهلي استفزت الزميل احمد اسامه على السوشيال ميديا وبالتالي على اليوتيوب اطلق قذائف او اطلق احمد اسامه قذائفه للاجابه على اشمعنى الاهلي نشوف احمد اسامه في هذا التساؤل ايش معنى النادي الاهلي الامر في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره ليه لما انت بتزرع حاله غضب جوه النفوس الاسماعيلاويه وهي اصلا في حاله غضب اصلا موجوده ومتوارثه بيورثوها للابناء من حاجات كانت بتحصل قبل كده مع الانديه الشعبيه الجميله جدا واللي على راسنا واللي همها هو همنا كلنا بالمناسبه صح ولا ايه صحيح. هم النادي المصري هو همنا طبعا وهم نادي الاسماعيلي هو همنا وهم نادي الاتحاد السكندري سيدي البلد هو همنا طبعا طبيعي جدا لما الناس تحس ان في حاجه غلط بتحصل او مش مظبوطه او في تضارب تصريحات او كده او كده او كده الناس بتغضب طب ما هو الغضب ده عند مواطن والمواطن ده بيمشي في شارع وبيدخل في بيته يعني كل واحد دلوقتي جواه قنبله موقوده وغضب ليه حضرتك دلوقتي تعمل ده بقرارات ملهاش اي لازمه في توقيت حاسم في الوقت اللي فيه انديه اخرى وفي فرق تانية بيتاجل لها ماتش واثنين وثلاثه واسبوع واثنين وثلاثه وانت النهارده داخل على مباراه ممكن تتاجل 48 ساعه ايه القضيه ولجنه المسابقات تنأى بنفسها خصوصا في وجود الاستاذ عامر حسين اللي في كلام الفتره اللي فاتت عن محاباه للنادي الاهلي وتاجيل المباريات والنادي الاسماعيلي لا والاهلي طب الاسماعيلي نرجع تاني نعمل ايه رغم الاسماعيلي راجع قبلها ب 24 ساعه الحاجات مش معنى الاسماعيلي الحاجات دي جمهور الاسماعيلي زعلان جدا يا كابتن احمد مش جمهور الاسماعيلي زعلان كلنا زعلانين مش جمهور الاسماعيلي اللي في اسماعيليه كلنا زعلانين المحبين للكره عموما وجماهير الاسماعيلي اللي بره اسماعيليه وانا واحد منهم وانا واحد منهم طبعا طبعا كلنا منهم كلنا منهم زعلان طبعا طبعا الاسماعيلي اكبر من كده واقيم من كده واقوى من كده الاسماعيلي ما يتعملش المعامله السهله دي ولا مش الاسماعيلي كاسماعيلي فريق النجوم ما يتعملش المعامله دي لازم بص يا استاذ احمد المساواه في الظلم عادل طيب يعني الاستغلال في جزئيه ان الاسماعيلي كان عايز ياجل مباراه المقاولين فنحولها الى قنبله موقوته داخل كل مواطن اسماعيلاوي تجاه انديه تانية بيتاجل لها بدل الاسبوع الغضب والقنابل وال بصوا يعني بصوا تكوين وزي ما كل الاهلي هو المسؤول عن هذا يعني واحنا قلنا الاسبوع اللي فات يا جماعه ارجوكوا كفايه لعب بالنار احنا بنشحن جماهير غلابه بمعلومات غلط قولوا لهم انه الاسماعيلي بقاله 40 يوم ما لعبش ماتشات في الدوري ومع هذا هذا امر يخص اتحاد الكوره ويخص لجنه المسابقات ويخص الاسماعيلي ما يخص النادي الاهلي انه في ال 110 يوم اللي انتم بتتكلموا عليها قولوا لهم ان الاهلي خلي عندكم ضمير شويه الاهلي لعب 27 مباراه في 110 يوم الزمالك لعب 23 مين اللي اتجامل مين اللي اتجامل عشان نشحن هذه الجماهير الغلابه بكل هذا الغضب تجاه الاهلي كان قاعد في البيت يعني ولا كان بيلعب يعني كارهه للاهلي لحد ان هو يتقال ان جواها قنبله موقوته ده هو بي 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 ده تصدير يصل الى حد التحريض هذا المفردات المستخدمه على لسان صاحب الراي ما تتقالش حتى لو هو يا جماعه ما يعني يقدر يقولها بطريقه مخففه مش عايزين نصدر يعني مشاعر الظلم ولا ممكن يقولها كده لكن قنبله وتنفجر عايزين كارثه تاني عايزين مصيبه تاني يعني هو انت فاكر الجماهير اللي بتصدق دي بتعمل ايه؟ ما هي بتؤدي ايوه قنبله احنا قنبله وهننفجر مفيش كلام من ده والاهلي ماله؟ بتحط الاهلي ليه؟ انديه تانيه بتأجل لها أندية تانية بتأجل لها إيه؟ أمال يعمل إيه؟ يعمل ماتشين ورا بعض؟ يومين ورا بعض؟
يعني 27 مباراة دي يعني كل أربع أيام مباراة، يحشر مباراة ازاي في النص؟ لا والإمتى هيفضل يتخللهم سفر ويتخلل؟ الإمتى الناس دي هتفضل تنفخ دايما في المنطقة دي؟ وإشمعنى الأهلي؟ ما في علاقة الأهلي بالأهلي؟ هو أنا لما أكون عايز أجيب حق للإسماعيلي لازم أجيب سيرة الأهلي، ما أقول لهم الإسماعيلي يستحق التأجيل لأنه هيجي قبليها بيوم بالظبط، خلصت. مش محتاجة إن أنا أجيب الأهلي في السكة، لكن لا هي فرصة. طيب هو مين مظلوم بقى؟ الأهلي ولا الإسماعيلي ولا الزمالك؟ نشوف أحمد أسامة تاني. وانا بضم صوتي لصوت الكابتن احمد الطيب في فكره المساواه في الظلم عدل، بس تعال الاول نشوف هو مين اللي مظلوم. النادي الاهلي لعب حتى الان او حتى مشكله الاسماعيلي مع المقاولين 11 مباراه في الدوري، وهيختم بالمباراه ال 12 في ديسمبر مع نادي الداخليه. نادي الاسماعيلي 13 مباراه في الدوري وتاجلت خلاص مباراه المقاولين ل 2 يناير. نادي الزمالك كمان لعب 14 مباراه، يعني الفرق بين الاهلي والاسماعيلي مباراتين وبين الاهلي والزمالك 3 مباريات. حضرتك بتطالب ان الاسماعيلي يتعامل معاملة النادي الاهلي، تمام يا سيدي، بس تعالى بقى نعرفك ان النادي الاهلي لعب 9 مباريات افريقية في بطولة دوري ابطال افريقيا السابقة بالتزامن مع الدوري، وكمان لعب 3 مباريات في البطولة العربية يعني 12 مباراة، ومباراتين في البطولة الجديدة بطولة دوري ابطال افريقيا دور ال 32 يعني 14 مباراة خارجية. على المقابل النادي الاسماعيلي لعب 3 مباريات في البطولة العربية و4 مباريات في البطولة الأفريقية لأنه اشترك من الدور التمهيدي أو دور ال 64، يعني 7 مباريات خارجية. تخيل 7 مباريات خارجية وتأجل الإسماعيلي من الدور الأول 4 مباريات من الدوري، فطبيعي لما النادي الأهلي يلعب ضعف العدد بالظبط 14 مباراة يتأجل له على الأقل 8 مباريات، لكن الواقع بيقول إن النادي الإسماعيلي هيدخل يناير ب 13 مباراة في الدوري والنادي الأهلي هيدخل يناير ب 12 مباراة في الدوري، يعني فرق بين الفريقين مباراة واحدة. مين دلوقتي اللي مظلوم ومين الفريق اللي مضغوط يا كابتن أحمد؟ طبعا طبعا أنا موافق إن الظلم يعم والعدل أيضا يعم، أيوة، لكن ما هو لا الأهلي ظلم حد ولا له دعوة بهذه القضية، لكن ما تجاملش، هي دي اللي احنا بنتكلم في كده، محدش يفهم الناس ان اشمعنى الاهلي بيتجامل، جامل ايه؟ يتجامل ايه بعد كل اللي بيحصل ده؟ هو انا وبعدين انا لما اخش الدور اللي جاي ده بدل كل الفرق ما هتلعب لها 15 او 16 مباراه في الدور، الاقيني انا بلعب 20 مباراه ها في الدوري، هو ده يعني الميزه اللي انا هكسبها ولا ده الضغط والسحق لفريق كرة القدم والإرهاق اللي هينال جميع اللاعبين؟ بالإضافة لكن طول ما أنت متأجل لك مباريات المنافسين بيبعدوا عنك حتى من ناحية المعنوية وترتيب الجدول بيدي للجمهور بيصدر لهم القلق، ما أنتش ضامن هتلحق بالركب ده ولا لأ، فبتلعب تحت ضغط اللحاق بالقمة. لا الأهلي يعني كان يتمنى أن ما يتأجلوش ولا مباراة طبعا طبعا. طيب الأرقام وهي تكشف الحقيقة بين مؤجلات الأهلي والإسماعيلي، نشوف أحمد أسامة شافها إزاي. بعد مباراة مصر وتونس في تاريخ 16 نوفمبر 2018 وحتى نهاية شهر ديسمبر، نادي الإسماعيلي لعب مباراة واحدة في الدوري أمام الإنتاج الحربي بتاريخ 21 نوفمبر، في حين النادي الأهلي لعب 5 مباريات في الدوري المحلي بالإضافة للمباراة الستة يوم 28 ديسمبر اللي هي مباراة الداخلية، يكون النادي الأهلي لعب 6 مباريات في الدوري مقابل مباراة واحدة للنادي الإسماعيلي. هتقول لي النادي الإسماعيلي شارك في الدور التمهيدي لبطولة أفريقيا، هقول لك من تاريخ 16 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر نادي الإسماعيلي لعب 6 مباريات فقط لا غير، واحدة في الدوري، واحدة في البطولة العربية، 4 في أفريقيا. على المقابل النادي الأهلي لعب 8 مباريات منهم 5 في الدوري، واحدة في البطولة العربية، 2 الدور ال 32 بطولة افريقيا، وكمان مباراة الداخلية هتبقى المباراة التاسعة، يعني في 45 يوم الاسماعيلي بيلعب مباراة واحدة في الدوري و6 مباريات اجمالي، النادي الاهلي بيلعب 6 مباريات في الدوري و9 مباريات اجمالي، يعني النادي الاهلي كمان هو اللي مضغوط الشهر ونص وبتطالبه بالمساواة. طب يا ريت تطالبه بالمساواة في مع النادي الاهلي وتوصلوا نهائي افريقيا. وهي دي المساواة؟ ما هي المساواة في الظلم عدل برضه.
لكن العب كل هذه انا المباريات. عايز اتغاضى عن التعليق الاخير ده. احنا بنعمل معادله رقميه بالظبط. لا الاهلي يعني مش ذنبه ان عنده الماتشات بالكثافه دي. وبعدين يا جماعه هو ليه الناس متخيله ان التاجيل منحه؟ ده محنه. ايوه ما انا لسه قايل لك. اولا انا ما كنتش في فسحه عشان بتاجل لي. انت سيادتك هتاجل لي شئت ام ابيت. انت ارتضيت ان انا العب في البطوله الافريقيه؟ انا ممثل مصر في البطوله الافريقيه كبطل للمسابقه المحليه. والزمالك والاسماعيلي والمصري كل الانديه اللي بتشارك ممثله للاتحاد المصري في هذه البطولات القاريه. طيب ولما يشارك عنده مباراه بره في اثيوبيا يوم كذا. الاتحاد الافريقي قال لك هلعب يوم الاحد. انت عايز نلعب هنا في القاهره يوم الاثنين. حلها لي انت. والناس اللي بتتكلم اصل المقارنه بين الدوري المصري والدوري التونسي، ما قلت لكم وحدوا المعايير. الدوري التونسي 14 فريق، احنا ما شاء الله 18. الدوري التونسي بدا بعد الدوري المصري بشهر كامل. فالمقارنه ارجوكم بلاش نضحك على الناس بيها كتير لانه مش موضوعيه. لكن الازمه الحقيقيه بصراحه في الاعلام. الاعلام وتضليله للناس وتصدير حقائق او تصدير معلومات خاطئه كتيره جدا على انها حقائق. رصدها احمد اسامه. نيجي بقى للنقطه الثالثه ودي النقطه الاهم. النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي والمصري الاربع فرق ليهم مباريات مؤجله، والاربع فرق كمان مشاركين في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، يعني مشاركين في البطولات الافريقيه. والاربع فرق لعبوا دور ال 32، الفارق بين المباراتين الذهاب والعوده اسبوع، لكن الفريق الوحيد اللي لعب مباراه مؤجله في الاسبوع ده هو النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب يوم الجمعه مع بطل اثيوبيا في برج العرب، يوم الاثنين كان بيلعب في القاهره في ملعب السلام مع النجوم، يوم الجمعه كان المفروض يلعب مباراه العوده ولكنها تاجلت ليوم الاحد. الثلاث فرق الباقيين الزمالك والاسماعيلي والمصري مفيش ولا فريق لعب مباراه بين مباراتي الذهاب والعوده رغم انهم عندهم مباريات مؤجله. مين يا كابتن احمد اللي يطلب المساواه في الظلم؟ مين يا كابتن احمد اللي المفروض يقول اشمعنى النادي الاهلي؟ دي حقائق واضحه للجميع ولكن للاسف الاعلام بيضلل الجماهير. عشان كده ما نستغربش ابدا لما نسمع تصريح المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي. وتشجيع فرق افريقيه او عربيه ضد فرق مصريه ده مش جاي من دم ودي، ده مش مفاجاه، لان بنشوف ان احنا كيل بميكلين زي ما انت قلت حضرتك. احنا طالبين اتحاد الكوره عشان اللي قلت ده الاسماعيلي اللي قال في بيانه انا ما قلتش. احنا بنقوله وبناكد على هذا الكلام ان احنا بنطلب من اتحاد الكوره ان يوضع سياسه واحده يبقى عنده عمى اجوان. الاهلي تأجل له نص دوري عشان يدخل نهائي افريقيا وتهيئ له كل الاجواء. يا جماعه النادي الاسماعيلي بيلعب باسم مصر عشان تحسسونا ان الفرق الثانيه تشجعها لما بتقولوا ان هي باسم مصر، وما تلوموش على النادي الاسماعيلي ما ينزل يعمل زفه ويشجع الفرق اللي ضد الفرق الاخرى. دي تصريحات المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي اللي انا مش عارف هو على اي اساس بيتكلم في مباراه مؤجله من عدمها، ولكن في النهايه نادي الاسماعيلي اصدر بيان فيه اتهام واضح وصريح لمجلس اداره اتحاد الكره ان هو بيكيل بميكالين في اشاره ان هو بيجامل النادي الاهلي على حساب النادي الاسماعيلي، لدرجه ان المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي طالع بيهدد ويقول محدش يزعل من جماهير النادي الاسماعيلي لما يشجعوا فريق عربي او افريقي ضد النادي الاهلي. طبعا تصريح غير مسؤول وبيؤكد كلام محمد صبحي حارس مرمى الاسماعيلي السابق اللي قال ان في بعض المسؤولين في الاسماعيلي بينفخوا في النار وبيضحكوا على جماهير الاسماعيلي وبيفهموهم ان النادي الاهلي هو العدو الاول ليهم، وده طبعا كلام غير مسؤول بالمره ونفخ في النار لدرجه ان الناس بدات تتكلم في فكره هو ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه. ماذا لو وقع النادي الاسماعيلي مع النادي الاهلي في مجموعه واحده؟ انا بتكلم بصفه عامه علشان اللي بيتشدقوا بقصه الموافقات الامنيه، وقلت لكم 100 مره ان احيانا كثيره جدا ما بيكونش الكلام دقيق جدا في هذا الامر لان احنا ما بنشوفش هذه المخاطبات. في نهايه الامر اتحاد الكره المصري له استراتيجيه ومنهج معين هو دأب واعتاد عليه نظرا لانه بيعتمد على ان ذاكره العوام 3 ايام. فين؟ قولي لو انا مش ما بيتلعبوا برج العرب تمام. طب كرد على ان الامن مش تمام. عايز الدور الاول ماتش الاهلي والاسماعيلي تلعب فين؟ الاهلي والاسماعيلي تلعب في القاهره في استاد السلام. استاد السلام ملعب مين؟ ملعب الاهلي. طيب لماذا لعبت مباراه الاسماعيلي في استاد السلام على ملعب الاهلي ورفضت لعب مباراه العوده في استاد الاسماعيليه؟ طب لو انت عندك الامن ده بيقول كده، طب ما تلعب الاثنين في برج العرب. طيب هسال سؤال، هل سيلعب النادي الاسماعيلي في البطولة الأفريقية مع النادي الأهلي على أرضه ولا لا؟
توقعاتك ان هي لا؟ عشان زي ما حصل في البطوله المحليه يعني. لا توقعاتي ان الامن هيوافق. هيوافق. انت اتحاد افريقي لو واحد اتحاد افريقي بتقول كده. طبعا تحس ان سكريبت واحد ومتوزع عليهم، نفس السؤال ليه الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ نفس الطرح لو الاهلي وقع مع الاسماعيلي في مجموعه في بطوله افريقيا هيروح يلعب في الاسماعيليه ولا لا؟ بس الكابتن خالد زودها شويه وقال ان مباراه الدور الاول كانت في القاهره، ليه مباراه الدور الثاني ما اتلعبتش في الاسماعيليه؟ كابتن خالد مباراه الدور الثاني لسه ما اتلعبتش اساسا، وكابتن خالد كمان اتكلم عن اللوائح، طب تعالى نشوف كده لوائح الاتحاد المصري بتقول ايه؟ لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه. احنا يعني اكدنا على هذا المعنى بالتكرار لانه الموافقه الامنيه يسال عنها الجهات الامنيه اذا كان ده مناسب دلوقتي يلعب هنا او ما يلعبش، ده من حيث المبدا. المعترض يسال الجهات الامنيه المسؤوله. رقم اثنين، هي المساله بين الاهلي والزمالك، الاهلي والاسماعيلي، النادي الزمالك علاقته ايه بالمساله؟ الاسماعيلي عنده تعثر في المسابقه المحليه ان شاء الله يجتازها وان شاء الله يستعيد المكانه اللي يستحقها كفريق كبير، لكنه على الاقل حاليا لا يزاحم الزمالك وبعيد عن الاهلي علشان يدخل الزمالك طرف في ازمه هو ما هوش طرف فيها. اعلاميه الزمالك معنيين جدا بالنفخ في هذه المنطقه، ليه الاهلي ما راحش يلعب في الاسماعيليه؟ يا سيدي الازمه امنيه والمانع امني من ساعه احداث بورسعيد، طب ليه الاسماعيلي جه يلعب مع الاهلي الدور الاول في القاهره في ملعب السلام؟ علشان رئيس لجنة المسابقات قال إن الدور الثاني الأهلي هيلعب في الإسماعيلية. ده كلام رئيس لجنة المسابقات. لما كان الاثنين يلعبوا في منطقة محايدة راحوا الاثنين لعبوا في برج العرب. لا الأهلي الإسماعيلي جه القاهرة والأهلي ما رضيش يعني يروح الإسماعيلية ولا غيره. هو أبسط حاجة. أهم من ده يا باشمهندس الناس دي مالها؟ لا ليها افرض هقول لك ما هو أنا بنافس ومن حقي إن أنا أنظر على الآخر. آه. بس هو يعني هو برضه مازال يشعر ان الاهلي بيهدد عشان اللي بيقول لك ابتعد وما ابتعدش. انما اللي انا عايز اقوله ان الاهلي والاسماعيلي لما اتحط الجدول اتحاد الكوره يريد ان يلعب الاهلي في القاهره والاسماعيلي في الاسماعيليه. ما قالش الاثنين في برج العرب. قال لك عايزين نرجع الماتشات كل واحد يلعب في ملعبه. الاهلي الدور الاول جاب الموافقه، لو الاسماعيلي جاب الموافقه هنلعب في الاسماعيليه بس. لا الاهلي له علاقه ولا يستطيع حتى ان يبقى له راي في الموضوع. يعني هي الفكره ابعدوا الاهلي عن الاشكاليه دي. الاسماعيلي يريد ان هو ياخد يومين راحه بعد ما يرجع، هذا حقه بالظبط. الاسماعيلي يقاتل من اجل ان يتاجل له المباريات، هذا حقه. لكن الاسماعيلي يريد ان يقول لهذا يكره الجمهور الاسماعيلي الاهلي علشان هو بيتاجل وانا لا هذا مش من حقه. لان لا الاهلي طرف ولا الاهلي قال لهم ما زيادة. لو الاهلي ما قال لهم ما تاجلوش الاسماعيلي، بالعكس لو طلب راي الاهلي هيقول لهم لا الاسماعيلي عنده حق، واخد بالك؟ ملناش دعوه يا اخو، وانتوا مالكوش دعوه اللي بتنفخوا بالظبط في النار بالظبط. سيبوا يعني، لا ليكوا دعوه في اطار ايه؟ هل لجنه المسابقات تكيل بمكيالين وناقشتوها وجالكوا ردود؟ اذا كانت الردود دي تتفق واللائحه مش من حقكم تتمادوا بالظبط. اذا كان هي لا تتفق مع اللائحه طلعوا لهم اللائحه اللي بتقول كلامكم غلط بالظبط. بس الموضوع بسيط، الموضوع بسيط بس محتاج شيء من المسؤولية بجد. أتمنى على كل الزملاء مراعاة إن احنا بنخاطب جمهور بنصدر له معلومات غلط بمشاعر سلبية قاتلة جدا، شفتوا كانت نتيجتها إيه؟ أرجوكوا قليل من المسؤولية.